منذ عام 2000 حتى 2002 حققت إمارة دبي طفرات اقتصادية مرتفعة جدا، كان معدل نموها الوسطي تقريبا 11.5%، وهذه المعدلات المرتفعة جدا في المنطقة العربية، ولكن استنادي على الاستثمارات الأجنبية الخارجية واستنادي على اليد العاملة الأجنبية التي هي نقطة قوة بين الطفرة ونقطة ضعف بين الأزمة، لأن هذه اليد العاملة بإمكانها الخروج، إضافة إلى موضوع النموذج الذي يفترض التركيز عليه على أن الأزمة المالية العالمية جاءت طيب دكتور غازي، يعني السيد محمد اعترض على أن التسمية انهيار هي تسمية مبالغ فيها، يعني أنا استقيت هذه التسمية من خلال مقالتك انهيار دبي، بصمة لم تمحوها. لم أقل انهيار دبي، يعني عبرت بطريقة من الطرق بهذا الاتجاه. أنا أعتقد أنه ليس موضوع انهيار. أنا قلت على أن أزمة دبي بصماتها لن تمحوها الحل، وقد كتبت هذا المقال قبل أسبوعين، أي قبل أن أبو ظبي أن تقدم المساعدة، لأنني قد ختمت المقال بقولي على أن إمارة أبو ظبي ليس لديها القدرة عن الإحجام عن مساعدة دبي، وليس في الوقت نفسه الدائنون أو حتى العشر مليارات، يعني نعم حتى ذكرت 10 مليار دولار كحد أدنى من المساعدة، وقلت أيضا حتى أن الدائنون ليس لديهم القدرة على رفض إعادة هيكلة أو إعادة جدولة الديون، وخاصة فيما يتعلق بالديون حاليا التفاوت في الموضوع، لأن نسبة إلى أبو ظبي رفض المساعدة لها انعكاسات سياسية واقتصادية ومالية، لها انعكاسات سياسية لأنها تهدد الاتحاد، تهدد الكيان السياسي في الإمارات، تهدد الترابط العائلي بين إمارة أبو ظبي وإمارة دبي، من هنا أن سياسيا ليس بمقدور أبو ظبي الهروب أو الأحجام عن الموضوع، إضافة إلى ذلك على أن إمارة أبو ظبي ليس بإمكانها اقتصاديا وماليا أيضا عدم المعالجة أنها تؤثر على سمعتها، على ثقة الناس فيها، على شخصها وما إلى ذلك. دكتور مطانيوس، قبل أن أنتقل إلى الفاصل، يعني سأوزع الوقت بينك وبين السيد محمد ياسين في دبي، تفضل إذا كان عندك رأي في هذا الإطار. أعتقد نعم دكتور، أعتقد أن موضوع دبي يهدد فعلا وحدة الإمارات العربية إذا لم يكن هناك تضامن بين الإمارات بمجموعها. نعم، بادرت أبو ظبي إلى شراء السندات على دبي بحدود 15 مليار دولار من أجل مساعدتها. المطلوب الآن من باقي الإمارات أن تحزو حزو أبو ظبي من أجل إنقاذ دبي من الأزمة التي وقعت فيها، وأنا متأكد أن مثل هذا الأمر سيحدث، لأنه لا يمكن لإحدى الإمارات أن تتخلى عن أختها في هذا المجال. لكن علينا أيضا أن نتذكر أن المثل العربي يقول على قد بساطك مد رجليك، بمعنى آخر الديون التي رتبتها دبي على نفسها بدون أن يكون عندها قاعدة أساسية شكلت طبعا دكتور عاملا مهما جدا. نعم دكتور، في انفجار يعني الأزمة هذا التدخل لم يؤثر إيجابا على حجم الأزمة، يعني لم يزيل من حجم هذه الأزمة. تماما، لا، لكن الجدولة أمر مقبول ومطلوب أصلا، كما قال الدكتور غازي أن أن الدائنين لا يستطيعون إلا أن يعيدوا الجدولة، ولكن إعادة الجدولة ما دامت المشروعات التي قامت بها دبي حتى الآن لا تعطي مردودا يستطيع أن يسدد الأقساط الديون وخدمات الدين، معناها يبقى على الإمارات طيب. الأخرى أن تساهم أيضا ضمن إمكانياتها، وخاصة أن أبو ظبي منتج كبير للبترول وتبقى دينا على دبي، بدلا أن تكون دبي مدينة للشركات الأجنبية تتدخل في شؤونها الداخلية يتحول الدين إلى الإمارات العربية الشريكة في الاتحاد. لنا عودة إليك دكتور مطانيوس. سيد محمد، يعني أريد أن أسأل
في هذا المجال عن فلسفة الاقتراض التي كانت تلجأ إليها إمارة دبي، يعني ألا تؤشر برأيك إلى هشاشة الاقتصاد الخدماتي في هذه الإمارة؟ أبدا أنا أعتقد أن هناك في سوء فهم ربما لطريقة العمل التي الاقتصاد التي الطريقة التي عملت فيها دبي. أنا بحب أقول شغلة، لا يوجد فرق ما بين أبو ظبي ودبي، بدأت الإمارات دولة واحدة تم إنشائها من 1971، وأعتقد أن عملية المساءلات التي ظهرت خاصة من الإعلام الأجنبي خلال الفترة الماضية هي عمليات تشويه صورة جميلة لدولة استطاعت أن تنمو ربما ووصلت إلى استثمارات في أمريكا وأوروبا، وهذا ربما ما لم يسر بعض من البنوك الاستثمارية. نحن لا نتحدث عن طريقة عمل في دبي لم تكن معمول فيها في كل العالم. الاقتصاد في كل العالم اعتمد على الاقراض، حتى الدول المسلمة في من المملكة العربية السعودية تتطور الأقوال المنتجة من مصر تقوم بعملية الاقتراض، الإمارات تقوم بالاقتراض، قطر تقوم بالاقتراض، الدول مصر تقوم بالاقتراض. لكن النقطة الفارقة كانت أن هذه الخدمات مربوطة بقدرة الآخرين على الاستثمار سيد محمد. لا هي عملية الاقتراض، هي كانت عملية الاقتراض هي تتم لعملية تمويل، ليست لأنه لا يوجد دخل في البلد، ولكن لأنه ربما متطلبات المشاريع الحالية تحتاج إلى سيولة الآن، ولكن تحتاج إلى فترة أن تعود مردود إليها. لذلك كان عملية إصدار السندات، ولكن كانت ربما تحتاج إلى تكون إلى فترة أطول، لأن أنت مشاريعك فترتها إنجازها طويل ومردودها طويل، بينما عملية السندات قد تكون ربما 3 إلى 5 سنوات. وهذا ما جعل الضغوط موجودة حاليا. محمد ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية، كنت معنا عبر الهاتف من دبي، أشكرك على هذه المشاركة. أعزائي المشاهدين، نتحول إلى فاصل قصير ونعود لحوارنا ونقاشنا عن الأزمة المالية في دبي والحقيقة.